عندنا هون موديل للتانك، ليفل للتانك هون اتش اوف تي، وعندي هون الاوتبوت فلو من التانك كيو اوت اوف تي. في عندي هون كيو ان اوف تي، وناخذ الفلو من هون. اوكي، هلا هاي لو كتبنا المعادله تبعت رح يكون عندي كيو انبوت اوف تي ماينس كيو اوت اوف تي. الفرق بين الانبوت فلو اللي هو راح يكون مثلا ان كوبيك مترز بير سكند او لترز بير سكند ماينس الاوتبوت فلو للسيستم من هون راح يساوي دي تغير مع الزمن لفي اوف تي، وفي اوف تي اللي هو الفوليوم للليكويد الموجود بالتانك. اوكي، ايش العلاقه بين في اوف تي واتش اوف تي؟ اتش في اي في اتش اوف تي. هون عندي هاي الفوليوم، الفوليوم للفلويد اللي موجود في التانك راح يكون القاعده، والقاعده هذه هون نسميها اي اوف تي، وهذه هون اتش اوف تي الارتفاع الليكويد. فلما بضرب القاعده في الارتفاع بتعطيني الفوليوم، فراح يصير عندي دي في اوف تي بتساوي دي تي اي في اتش دوت اوف تي. ايه طبعا ما بتتغير مع الزمن، اه كونستنت مضروبه من هون، صارت عندي هاي اتش دوت اوف تي. رجعنا عدنا هاي راح تصير عندي كيو انبوت اوف تي بتساوي او ماينس كيو اوت اوف تي بدها تساوي اي اتش دوت اوف تي. هلا الشيء الثاني اللي عندي بالموديل هذا، الاوتبوت فلو اللي عماله بيطلع من هون راح يعتمد على البريشر اللي موجود هون، مزبوط؟ كل ما ارتفع البريشر اللي موجود هون راح يصير الاوتبوت فلو من التانك بزيد. لكن احنا هون راح ناخذ الحاله اللي مش عندي لامينر فلو، الفتحه هاي او الدايمتر تبع الفتحه هاي صغير، بحيث انه بنعمل الاسامبشن، نعمل اسامبشن لتيربلنت فلو. فهون بنفترض انه الاوتبوت من التانك هون تيربلنت فلو، فحسب برنولي هون راح يكون عندي الاوتبوت فلو نسميه كيو اوت اوف تي بيساوي مجموعه من البارامترز سي دي، او خلينا احط الاي برا، راح نحط سمول اي، سمول اي هي الفتحه او الاريا تبعت هذا التانك، راح نسميها الفتحه تبعت الاورفيس. وبعدين عندي السرعه تبعت هذا الليكويد اللي طالع من هون بدها تساوي كوفيشنت اوف ديسشارج من هون، وعندي هون 2 جي اتش اوف تي، مضبوط؟ هاي هاي طبعا هون لها علاقه بالتيربلنت فلو. الكوفيشنت اوف ديسشارج بيعتمد على شكل الاورفيس اللي موجوده، وبتفاوت هذا الرقم جي اللي هي تسارع الجاذبيه، اتش اوف تي اللي هي الارتفاع، وعندي هون سكوير روت لانه الفلو هون تيربلنت فلو. فهاي عندي طبعا بتصير هون سي دي اي سكوير روت 2 جي اتش اوف تي. لازم نعمل هلا هاي نعملها لينيرايزيشن، لانه هون نان لينير مودر ما بقدرش اكمل. هلا حتى نعمل لينيرايزيشن رح ناخذ الشكل التالي، رح افترض انه عندي علاقه هون بين اتش بين اتش والفلو، فهاي نفترضها كيو اوت اوف تي وهذه اتش اوف تي او اتش وكيو، ونفترض انه العلاقه هون موجوده نون لينير ايكويشن. رح نيجي عند نقطه رح نسميها الكويسنت بوينت، والكويسنت بوينت هي النقطه اللي بنفترض رح يصير الاوبريشن حولها، يعني رح يضل معظم الوقت هذا التانك. افرض هاي النقطه اللي انا بدي اتحكم فيها على ارتفاع 10 سم، إذا أنا نجحت في الكنترول تبعي معناها حافظت على هذا الارتفاع حوالين 10 سم، إذا حافظت على هذا الارتفاع حوالين 10 سم معناها أنا معظم وقتي عمالي بشتغل حوالين هاي البوينت، فبعمل لينيرايزيشن حول هاي البوينت. فحتى أعمل لينيرايزيشن حول هاي البوينت نرسم جريدينت هون. لو جيت اطلعت في الفترة القريبة جدا من هاي النقطة اللي هي هون رح نسميها اتش نود، وعندها هون بلاش اسمي هون كيو اوت، اسمي هاي هون كيو نوت اتش نوت. فعند النقطة هاي إذا أنا عمالي بشتغل حوالين النقطة هاي راح تكون العلاقة بين اتش نوت وكيو نوت عند النقطة هاي اللي هي سميناها ريكويسنت بوينت. بدال العلاقة هاي اللي موجودة هون بدنا نبدلها بعلاقة خط مستقيم، علاقة الخط المستقيم راح تكون إذا كان عندي هون اف اوف اكس بدنا نحاول نحولها ل اف اوف اكس في كي اكس، اه عند هذا الخط بس من هون عند النقطة هاي اللي موجودة من هون. حتى نعمل هيك كي رح تكون مشتقة الخط عند النقطة هاي، مشتقة هاي بالنسبة ل، ف
فصار عندي هلا مشتقة دي كيو نوت اوف تي. هلا اطلع بالنسبة لمين عم بشتق؟ مش بالنسبة للزمن، عمالي بشتق بالنسبة ل اتش. عندي هاي سي دي وهادي اي وهادي 2 جي، هذا كله كونستانت، وهون عندي اتش اوف تي، وهاي كلها بدي اشتقها بالنسبة ل اتش اوف تي. إذا بدي اشتق اتش اوف تي بالنسبة سكوير روت اوف اتش اوف تي بالنسبة لاتش اوف تي، اتش اوف تي اندر سكوير روت هي عبارة عن اتش اوف تي مرفوع للقوة نص، فهي بتساوي سي دي اي سكوير روت اوف 2 جي، وهي بتصير 1 على 2 اتش اوف تي. مظبوط؟ هاي العلاقة على فكرة صحيحة لكل الخط في كل النقاط، مظبوط؟ كل ما بروح على مكان معين قديش قيمة اتش، لكن عندي الكويسنت بوينت قديش راح تكون هاي النقطة؟ إذا دي كيو نوت اوف تي دي اتش اوف تي ات اتش اوف تي بتساوي اتش نوت، ايش بدي اعوض الآن محل اتش اوف تي؟ اتش نوت، فبتصير عندي هاي بتساوي سي دي اي سكوير روت 2 اوف جي على 2 اتش سكوير روت اوف اتش نوت، واللي هي بتصير عندي التنين التنين بتدخل جوا بتصير 4 2 على 2 بتنزل التنين تحت بصير عندي 2 اتش نوت، وايش بضل عندي فوق؟ جي، وبرا عندنا سي دي. هذا ايش الفاليو هون؟ هذا كونستانت، لان ايش حاطين احنا هون؟ اتش نوت مش اتش اوف تي، فصار عندي السلوب تبع الخط هذا عند النقطه هاي يعني كي اللي هو السلوب at h نوت بيساوي c d coefficient of discharge في a في square root of g على 2h. صار إذا العلاقة هاي بقدر أقول الآن إنه العلاقة صارت q نوت of t linearized بتساوي c d a عفوا كل هاي ببدلها بحط محلها ال k مضروب في h of t، فبتصير العلاقة الجديدة هي الكونستانت اللي هو c d في a في square root g على 2 h نوت، هذا كله k مضروب في h of t. هاي معادلة ايش؟ معادلة خط مستقيم، علاقة بين الفلو والارتفاع حولناها لخط مستقيم وصارت تعتمد على كونستانت معين. الكونستانت هذا ايش بيعتمد؟ على coefficient of discharge، على الفتحة الصغيرة تبعت الأورفيس، على تسارع الجاذبية، وعلى قيمة الارتفاع عند النقطة اللي بدي أتحكم حولها. حولنا هاي لخط مستقيم. هلا لاحظوا هون أنا حولت كل الأكسس، كأني نقلت الأكسس من هون لهون، لأنه هاي على فكرة لما تكون H 0 قديش Q نوت؟ 0. فأنا هون ما عمالي بتطلع على الكونستنت فاليوز، عمالي بتطلع بس على الديناميك فاليوز، لانه لو عندي فاريبل، افرض عندي فاريبل بيتحرك زي هيك بهذا الشكل بيتغير، وهو عباره عن اي سي سيجنال مجموعه على دي سي سيجنال، اخذتوه هذا بالترانزستورز والامبليفايرز عملتوا شيء زي هيك، في عندي كويسنت بوينت، في عندي دي سي بوينت، وانا عمالي بحمل سيجنال عليها، مين السيجنال اللي بتهمني فعليا؟ اي سي سيجنال، والدي سي مش هاي بقدر اجمعها واضيفها واطرحها زي ما بدي دائما ما دام انا عارف قيمتها. اذا احنا ما بهمنا ما بهمنا الكونستنت فاليو، الكونستنت فاليو اللي عملنا له شيفت اللي هو كيو نوت واتش نوت، احنا عمالنا بنطلع على التغيرات اللي صارت حواليها، فصارت هاي هي المعادله الجديده الان ما بين كيو نوت واتش اوف تي.